Donc, بالنسبة لا méthode géométrique, الطريقة الهندسية, اللي كنقولوا لها interprétation graphique d'un système, تأويل مبياني لنظمة. Le تأويل مبياني لنظمة هو تقريبا ما كتستعملوهاش باش نحلو. علاش؟ لأن هي بعض ما كتعطيكش, واخا تلقى البوان دانترسيكسيون ولكن ما كت كيجيك صعيب تعرف لي كوردوني ديال ديك البوان ديال داك البوان شنو هما. حاجة نعطيكم مثال, بحال كنشوفو داك اس اس 2, لو سيستيم اس 2, داك اللي شفنا في الكور. انا غنكتبو دونك 2x بلس y égale à 5, on a x plus 3z égale à moins 1. المهم نحولو اصلا في لا ميثود جيومتريك, باسكو من الاحسن تحول سميتو للسيستم. بحال شاك ايكواسيون اون دوا لا ترانسفورمي اون اون ايكواسيون ريدويت, خاص كل معادله نحولها الى معادله مختصره. دونك هادي الا حولناها الى معادله مختصره, انا غنزرب شويه, غيكون ايكغيك ايكال. دابا غتحول هاد 2x غتحولها لدوزيامون افيك شونجمون دو سين, صافي. لا تحولها غتولي موان 2x, وغترتب هاد 5 هاد بلس 5 مع هاد موان 2x, غتبادلهم, غيكون عندك موان 2x بلس 5. في لوتر ايكواسيون غنحولو x لدوزيام مونغ افيك شونجمون دو سين, غيكون عندنا المهم هنا ردو البار غتبقى هاد الطروايف. ملي غنحولو هاد غيكون موانز اكس موانز اكس, المهم هنا غيكون 3 زي كري. هنا غيكون راه الا حولت هنا موانز اكس غنسبق موانز اكس ونوخر موانز, يعني غيكون عندي موانز اكس موانز. وعاد من بعد هاد الطروا خاصني نتخلص من هاد الطروا, الطروا راه مضروبة في كري, يعني الا غتحولها لجهة اخرى خاصك ديرها المقلوب وتضربها في الطرف الثاني. دونك اون دوا لا ديبلاسي فيغ لو دوزيام مومبر اون لانفيرسون. دونك انا غنحيدها من هنا وغنضرب الطرف الثاني في المقلوب ديال الطروا, في لانفيرس ديال الطروا, يعني اون فوا ميتيبلي باغ 1 سيغ 3. ملي غضرب في 1 سيغ 3 غتكتب هذيك 1 سيغ 3, 1 سيغ 3 غتكتب في غتكتب في المهم هاد الطروا تكون في التحت بهاد الطريقة. المهم إلا موديفيت شوية غيكون غتجينا بهاد الطريقة. المهم هنا غتكون عندي ندير هادي فراكسيون, غيكون عندي موان 1 سيغ 3, هنا الموان نعطيوها على 1. دونك هادو هما لي دو زيكواسيون غيدويت. دابا إلا رسمناهم, إلا رسمنا هاد لي دو دروات هاكا, أنا المهم هي إلا كنتي خدام بحال هاكا بستيلو ورقة راه خاص ضروري دير دوك لي طابلو وتجبد دو هاد لا دروات هادي بحال هاكا نسميوها دلتا. هاد لا دروات خاص تلقى دو بوان كي أبارتيان على دروات دلتا, وخاصك تاني دو بوان كي أبارتيان على دروات ال. المهم راه درنا داك الفيديو اللي فيه انتربريتاسيون غرافيك. دابا هنا باش مزيان هاد جو جبرا تقدر تكتب في هاد ليسباس, هنا كاينه انبوت. المهم انا نحرك شويه الفنترات باش تبان لكم شاد انبوت, كاين واحد لازون لتحت هنايا واحد شون دو تكست تقدر تكتب فيه. هاكا حنا نكتبو كاع, راه تقدر كاع تعطي ليكواسيون بلا ما تحولها لايكواسيون غيدويت. غير انا علاش حولت ايكواسيون غيدويت غير باش نوريكم انه هاد لي دو دروات راه ما غيكونوش علاش ما غيكونوش باراليل, ما غيكونوش باراليل ولا سكريبتومون باراليل. المهم حيت ملي كتقول باراليل راه فيها دو كا, يا يكونو سكريبتومون باراليل, ملي كتقول باراليل زعما متوازيان, راه يا يكونو ستريكتومون باغالي يعني متوازيان قطعا, ولا يقدروا يكونوا كونفوندو منطبقه. راه منطبقا كنقول عليها متوازيان, ملي كنقول ستريكتومون باغالي يعني متوازيان قطعا, يعني كتقصي ديك الحاله ديال كونفوندو. دابا هاد لي دو دروات واش غيكونوا باغالي؟ لا ما غيكونوش باغالي. علاش؟ حيت ما عندهمش لا ميم بونت, ما عندهمش نفس المي ولا لو ميم, ils n'ont pas le même coefficient directeur, ما عندهمش نفس المعامل الموجه. المهم الميل هو المعامل الموجه, لا بونت راه هي الكويفيسيون دايركتور. دونك هادو ما غيكونوش باراليل, ولا ما كانوش سان باراليل راه ما غيكونوش كونفوندي. راه باش يكون بحال كنفترض لقيتي دو دروات بحال على سبيل المثال نقولوا ايكغ ايكالا 3 اكس
On a y égale à 3x plus 7. On a 2. Et bien, deux parallèles. Vous voyez que vous avez confondu. Allez, je vous mets parallèle. Ils ont la même pente. ولكن واش يقدروا يمشيو ابعد من ذلك ويكونوا كونفوندو يكونوا منطبقه؟ لا، علاش؟ لان ما عندهمش، حيت باش الى امتى غيكونوا كونفوندو؟ الا كانت عندهم لا ميم ايكواسيون ريدويت، الا كان عندهم نفس المعادله المختصره. اصلا هنا مختلفين هما في لوغدوني الوريجين، الارتب عند الاصل، دونك ما حدهم ما عندهمش نفس هذا العدد. هنا كاينه دو وهنا كاينه سات، يعني هادو ما غيكونوش كونفوندو، وانما غيكونوا ستريكتومون باراليل، حيت عندهم لا ميم بونت، صافي؟ دونك الا كان عندهم لا ميم بونت ومختلفين في لوردوني ا لوريجين، يعني راه غيكونوا غير ستريكتومون باراليل. كانوا عندهم لا ميم بونت وكان عندهم حتى لا ميم اوردوني ا لوريجين، غيكونوا كونفوندي. بحال على سبيل المثال الا عطيت هكا هنا حيدات سات ودرت دو، يعني راه غيكون بحالتي نفس المستقيم، لا ميم دروات، صافي؟ دار مناقشة جانبية. دونك نرجعو للجوجيبرا، دابا غنرسم هذوك المستقيمين. المهم في هذا لو شو ماشي ضروري تكتب ايكواسيون ريدويت، تقدر تعطيه نيت ايكواسيون عادية. راه مزيان تانصاليو عندكم هاد الجوجيبرا في البيسي باش تعودوا تحققوا به من الأجوبة ديالكم. هاكا تجاوب بحكا، وإلا جاوبت بحال دوك التمارين اللي جاوبنا عليهم بالطريقة ديال التعويض ولا الطريقة ديال التأليف خطية، إلا كان عندك في البيسي ولا راه في البورتابل، كاينة فيرسيون في البورتابل. كدير كترسم المستقيمات بسرعة. ها المستقيم الأول، هذا هو دلتا، رسمو دابا المستقيم الثاني. دابا شوفوا هاد لي دو دروات، دابا هذا هو دلتا وهذا هو ال. دابا هاد لي دو دروات، دابا بحال نفترض انت خدام في واحد ليكزيرسيس هاد السيستيم بغيت يتحلو بلا ميثود جيومتريك، انت غترسمهم. انا غنحدد الانترسيكسيون، كاين واحد لوتي ديال الانترسيكسيون هنا، غنكليكي على هاد لا دروات وهاد لا دروات، صافي حدد لي البوان دانترسيكسيون. ولكن الاشكاليه ما واخا نسقط ندير البروجيكسيون، راه يجيني صعيب نعرف هادوك لي كوردوني ديالها، حيت غيكونوا سون دي نومبر ديسيمال نو اونتيير، غير صحيحه، يعني ما تعرفش بالضبط شحال كيساوي. وحنا اصلا ما عندكش الحق تعطينا غير فالو ابروش بحال هكا، دير لانترسيكسيون، دير بحال هكا البروجيكسيون اورتوغونال، تقول لي راه 3.2 ولا لا، راه اصلا عندك شي خاصك تعطيه اكزاكت، صافي. وفاش المهم اصلا حنا هاد السيستيم راه حلينا، لقينا فيه في السوليسيون ديالو، لقينا 16 سور 5 بوان فيرغول موان 7 سور 5. ولا حسبناهم، بحال كنجيب كالكولاتريس، بهاكا الى حسبناهم، دونك 16 ديفيزي باغ 5 غادي يعطي 3.2. دونك في لوردوني كاين موان 7 موان 7 ديفيزي بار 5، دونك موان 1.4. دونك 3.2 او موان 1.4 في لوردوني، موان 1.4 هنا 3.2. ملي حسبناهم بان دابا داكشي منطقي، ولكن انت راه انطلاقا من لو روبير صعيب عليك، حيت ديك لا بريسيزيون ما كتكونش عندنا في الورقه، هكا في الورقه صعيب عليك تعرف داك لا فالور. دابا وهادي بعدا اختاريتها شويه، واخا هكاك كوميم تقدرت تعرف سوليسيون الا كان عندك بحال خدام في فارق مليمتري ولا. وتخيلي خرجتي في شي فالور بحال هكا في شي سيستيم اللي بحال هكا نقولوا السوليسيون ديالو 1 سور 3 بوان فيرغول، بحال كنقولوا المهم هنا تكون شي فالور اخرى ما كتهمنيش. المهم 1 سور 3 راه هو الا حولتي ليكريتور ديسيمال راه غيكون عندك
0,3 il a une écriture décimale infinie et périodique. Moi, avec 3 se répète à l'infini. Donc, on a ça. Dès que j'ai d'abord la méthode géométrique, ou bien par la méthode de combinaison linéaire. Par la méthode de نتيقنوا ولا نرتاحوا لذاك الحل اللي لقينا في السؤال السابق فاش حلينا بالطريقه الحسابيه يا بطريقه التعويض ولا الطريقه التاليفه خطي. واخا نمشيو ابعد من ذلك. دابا هنا هاد لو سيستيم دابا دائما ملي تشوف واحد لو سيستيم فورمي بار دو زيكواسيون هذا راه شكل هندسي وهذا حتى هو شكل هندسي. الا كنتي محتك مع لا جيومتري اناليتيك مع الهندسه التحليليه غات ان فوا تشوف هاد ليكواسيون غتعرف راه سيت اون ايكواسيون سيت اون ايكواسيون ديون دووات تادي ديون دووات ياك. دابا اصلا انا فاش كنديروا لا كره بهاد الطريقه بحال كن اون شارش ان بوين كي ابارتيان ا سيت دووات اي او ميم طون اي او ميم طون ابارتيان ا لا دوزيام دووات. يعني كندفعوا على واحد النقطه كتنتمي لهاد المستقيم في نفس الوقت كتنتمي لهاد المستقيم يعني البوان دانترسيكسيون صيغه اخرى. نقدروا دابا ماشي او ماشي ضروري هاد الطريقه ديال التفكير طبقها غير الا كان عندك دي دروات اي شكلين كيفما كانوا. ناخذ دابا واحد الشكل اللي يكون شويه اكثر تعقيدا. المهم هادي شويه راه او بروغرام خارج المقرر. غير غنقولوا ايغريك ايغالا اكس او كاري موان باغ اكزومبل موان moins 3. صافي و في لوطر ايكواسيون دابا هادي راه سوني با اون ايكواسيون ديال دروات هادي راه ماشي معادله ديال المستقيم هادي معادله ديال واحد الشكل اخر. صافي هادي ليكواسيون ديال واحد البارابول شلجل. و في دوزيام ايكواسيون ناخذ نيت ايكواسيون ديال دروات بحال كنقولوا ايغريك ايغالا ايغالا اكس بلس ان. صافي دابا بغينا نحلو هاد لو سيستيم. دابا الى استوعبتي لا ميثود جيومتريك راه تقدر تحل بها واخا يكون شي سيستيم فايت النيفو ديالك. دابا هنا رسم هاد في جوجيبرا رسم هاد لي دو هاد الاشكال اللي ديالهم هاد لي زيكواسيون. نبدا بالشكل الاول. دونك هنا هاد الشكل الاول هاد ليكواسيون ديالو دونك ايغري ايغالا مزيان. واخا نحيدو هادوك المستقيم اللي كنا دايرين قبل. دابا الشكل الاول صافي. دابا هاد الشكل هو اللي ديالو هاد ليكواسيون. نمشيو دابا نشوفو الشكل الثاني رسمو. الشكل الثاني اصلا حنا عارفين راه غيكون دروات دونك ايغريك ايغالا. دابا هنا الى بغيتي السوليسيون ديال لو سيستيم دابا حنا رسمنا دونك بغيتي السوليسيون ديال السيستيم هاد السيستيم بحال كنسميه اس. دابا خاصك هما لي بوين اون كومون اونتر سي دو فيغور جيومتريك هما النقط المشتركه بين هاد الشكلين الهندسيين يعني بين هاد البارابول وبين هاد لا دروات. صافي دونك هنا كيبان لينا ان هاد لي دو فيغور جيومتريك المهم لو نومبر ديال لي بوان دانترسيكسيون سي دو. عندنا دو بوان دانترسيكسيون اونتخ لي دو فيغور جيومتريك عندنا جوج ديال نقط تقاطع. المهم حددهم ليا. المهم هنا غيكونوا هاد لي بوان هادو غيخرجوا في لي كوردوني ديالهم دي نومبر نو اونتيم عدد اللي في عشرية.
قد يكون 20 ولا المهم اعداد اللي ماشي صحيحه. وهنا كاين هنا واحد لا زون قدرت تحدد لك لي كوردوني. دونك نديرو زين دابا هاد لي دو بوان. هما هاد A و B المهم نسميهم. دونك هادي هي البوان A البوان B وهادي البوان بوان A. دونك ها لي كوردوني ديالو. دونك هو ديجا حدد ليا لي كوردوني. من بعد غنوريكم دابا كيفاش تعرفوا غير تشوفوا ليكواسيون تعرفوها واش غيكون عندها واحد السوليسيون ولا ما غيكون عندها كاع سوليسيون نادم با دو سوليسيون ولا يكون عندها اون انفينيتي دو سوليسيون سو اون فورم بريسيز على واحد الشكل محدد. دابا الى عطيتكم بحال ايكغيك انا غنعطيكم في الاول غنبدا غير باش نبسط غنبدا بديزيكواسيون كي سون ريدويت ديزيكواسيون ريدويت. دونك بحال ايكغيك ايكالا 2x بلس 7 وهنا نديرو 5 اكس بلس 3. دابا هاد لو سيستيم ما الشكل ديالو باين انه وراه هاد لي دو دروات ما غيكونش باراليل صح حيت ما عندهمش نفس لا بونت ما عندهمش نفس الميل. بينما الا كان عندنا هكا ايكغيك ايكالا 2 اكس بلس 7 ايكغيك ايكالا 2 اكس بلس 3. دابا هاد السيستيم هذا غيكون دابا هنا غتشوف هاد لي دو دروات شو هنا غتلاحظ انه راه عندهم نفس لا بونت عندهم نفس الميل يعني هادو المهم عندهم نفس الميل ولكن ما عندهمش نفس الارتب عند الاصل. هاد لي زوردوني ا لوريجين نو سون با ايغال ما تساويش يعني داكشي اللي غيخلي ان هادو غيكونوا دايرين بحال غيكونوا متوازيين قطعا سون ستريكتومون باراليل صافي هادو غيكونوا متقاطعين ضروري غيكون عندهم شي بوان دانترسيكسيون. وصح حنا كتهمنا هاد البوان دانترسيكسيون هي اللي كنحددو لي كوردوني ديالها. وكاينه الحاله الثالثه هو فاش غيكونوا هادوك لي دو دروات عندهم لا ميم ايكواسيون ريدويت عندهم نفس المعادله المختصره. دونك فحال في هاد الحال وباش تكون عندهم نفس المعادله المختصره يعني خاص يكون عندهم لا ميم بونت ويكون عندهم لا ميم اوردوني ا لوريجين نفس الميل ولا المعامل الموجه نفس لا بونت ولا الكوفيسيون ديريكتور او لا ميم اوردوني ا لوريجين نفس الارتب عند الاصل. فهاد الحاله راه غيكونوا هذوك لي دو دروات غيكونوا كونفوند يعني منطبقين. طيب نحاول نلون واحد فيهم بحال اللون اخر ولا شي ولا شي واضح. غير هو ولكن هو في التمارين ما غيعطيكش بهذه الطريقه باش لان الا عطاك بهذا الشكل غتكون واضحه لك بالنسبه لك بسرعه. دابا هنا غيحاول يخبيها واحد شويه بحال المهم في هذه الحاله اصلا مره لي دو زيكواسيون سون ديفيرون مختلفين تماما. دابا بحال هادي يقدر هو شاي يدير غي موديفي المهم بعدا نجيو نحولو بعدا هاد دو زيكس وهاد دو زيكس نحولهم لبخوميي مونبا يعني غيكون عندنا موان دو زيكس بلس ايكغيك ايكالا 7. وهنا تاني وفي هاد ليكواسيون غيكون موان 2x بلس ايكغيك ايكالا 3. دابا هو باش ما يخليكش انه انت بحكتي تلاحظ انه راه عندهم انهم راه عندهم نفس الكوفيسيون ديريكتور اش غيدير غيشد واحد ليكواسيون غيضربها في واحد لو نومب هاكا نخليو هاد لا بخوميييغ ايكواسيون نشدو الدوزيام ونضربوها بحال هكا في شي نومبر نضربوها في 5 الا ضربنا هادي في 5 يعني اون فوا ميتوبلي بروميي مومبر اي لو دوزيام مومبر باغ ان نومبر يعني غيكون عندنا موان 10 دونك نضرب في 5 كلا نضربو في 5 دونك الا ضربتي هذا في 5 غيكون موان 10 اكس بلس 5 ايكغيك ايكالا 15.
هو غيحاول انه يخبي انه راه لي دو زيكواسيون راه عندهم نفس لا بونت، نفس الشيء هنا عاوتاني. الا حولنا تاني دو زيكس الجهة الاخرى يكون عندنا موان دو زيكس بلس يكغيك ايكالا سات، وهنا موان دو زيكس بلس يكغيك ايكالا سات. اصلا هاد الحالة هي تاني هادي باينة تاني، الى عطالك بالطريقة مباشرة غتلاحظ انه راه هاد لي دو دروات غيكونوا كونفوندو ياك، غيكونوا مطابقين. هو باش يحاول يخبي عليك هاد المعلومة غيحاول شي يبدا يموديفيها يضربها في شي نومبر. راه اصلا لي زيكواسيون الا شديت شي ايكواسيون وضربتيها في شي نومبر ولا زدتي لها شي نومبر، المهم هادوك لي تكنيك اللي كنا شلنا بالنسبه لي زيكاليتي، راه ليكواسيون راه ما كيتشونجاوش، لي سوليسيون ديالها راه كيبقى نفسها بحال كتي كتكون نفس ليكواسيون، بحال كتي اون ايكواسيون ايكيفالونت، واحد المعادله متكافئه معاها. بحال كنخليو تاني الاولى ونضربو الثانيه، نضربوها في شي نومبر من الاختيار ديالنا، نضربوها بحال هكا في الثانيه، نضربوها في الضربه وغتكون موان الى ضربنا في 3 غتكون موان 6 اكس بلس 3 زي كريك ايكالا 21. وغيعطي لك بهاد الصيغه، انت في الاول فعلا غتصحابوش بحال انت كاين في هاد الحاله، ولكن الى حاولت تحولهم دي زيكواسيون، المهم حسب انت الى بغيتي تخدم واش بشي ميثود اريثميتيك شي طريقه حسابيه ولا بميثود جيومتريك. الا كنتي خدام بميثود جيومتريك راه غتحولهم لدي زيكواسيون ريدويس، وتما فين غتلاحظ انهم راه هاد لي دو دروات سون كونفوندي.